الغدة النخامية موجودة في الدماغ وهي الغدة الرئيسية في الجسم مسؤولة عن إفراز عدد من الهرمونات من ضمن هذه الهرمونات الهرمونات الذكرية بعض الشباب يستخدمون هرمون التستوستيرون والكورتيزون بطريقة غير صحيحة في صلاة الرياضة ننصحهم بعدم استخدام هذه الهرمونات لأنها تسبب العقم والضعف الجنسي في المستقبل Pregnancy and thyroid disease. Any lady who is pregnant or planning to get pregnant in the near future needs to visit us endocrine clinic in order to change the medicine in case of hyperthyroidism or to increase the medicine which is already been there in case of hypothyroidism.